أستاذ حسن من مدينة فاس، رئيس مقدم ديال عيساوة طائفة الكرام بفاس. سي حسن، الميدان ديالك هو أنك في عيساوة. عاودنا منذ أن التحقت بعيساوة، شحال كان العمر ديالك؟ كيفاش التحقتي بهم؟ تبارك الله وليتي دابا المقدم ديال المجموعة الطائفة العيساوية الكرام. أغلبية الهواية عندنا في هذا الميدان هواية كانت عندنا الحمد لله من الصغر. أنا حسب المجتمع ديالنا وكذا، إلا كانوا خوتنا تيمشيو لهاد الميدان هذا بزاف تنتبعوهم، حنا مازال صغار. تبعنا هاد الميدان هذا الحمد لله، اللهم لك الحمد، ولقينا فيه واحد النشاط واحد كذا، واستطعنا الحمد لله باش نتوفقوا الحمد لله في هاد الميدان وفي هاد المسائل، اللهم لك الحمد. حنا كنعرفوا بلي مدينة فاس معروفة بالفن هذا. نعم سيدي، هذا التراث. صورة نعم سيدي، الطائفة الصوفية ديال تعيساوي، هاد التراث هذا بزاف ديال الناس هازين في واحد الفكرة ديال بان ساهل، وراه ماشي ساهل، والتراث هذا ديال جدودنا الله يرحمهم، وخلاو واحد الطابع اللي ما يتفناش كاع نهائيا، وهاد الشيء الحمد لله اللي خلانا مستمرين في هاد الميدان هذا الحمد لله. سي حسن، انت بديتي في الاول منذ الصغر ديالك، بديتي كهاوي هاد المهنة. نعم تدرجتي مع الايام وليتي دابا تنقدم ديال واحد الطائفة. نعم شحال وانت في هذا الميدان هذا؟ ودابا الدومين هذا شي 26 عام. نعم شي 26 عام في هذا الميدان هذا الحمد لله، وقدعنا الحمد لله، استطعنا الحمد لله نغنيو على جلالة الملك نصر الله. المهم درنا واحد الابداع، واحد المبادرة الحمد لله اللي ما داروهاش عيسى هو في التاريخ كاع من اول الزمن حتى دابا الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني فاش من الهواية الاحتراف قررتي انك انت والجروب ديالك ديروا واحد اغنية على جلالة الملك محمد السادس. هذه الفكرة كيفاش جاتك؟ الفكرة هذه الصراحة عينا بداك الشيء ديال القصايد مكتوبين من زمان وكذا، الفكرة خص بنادم شنو شي حاجة ديال الإبداع، شي حاجة ديال التمجد لسيدنا نصر الله، راه هو اللي عندنا في المغرب، هو اللي عندنا الحمد لله القدوة ديالنا في المغرب هذا، خصنا الحمد لله شي حاجة اللي تنشرفوا، والحمد لله درنا داك الشيء الحمد لله في المستوى. شحال شكون اللي كتب الاغاني؟ انت الجروب ديالك شكون؟ اي الفكره ديالي الحمد لله، والمعاونه ديال الافراد ديالي الحمد لله، ديال المجموعه ديالي الحمد لله، كلها نزل الافكار ديالو، توصلنا الحمد لله للهدف ديالنا الحمد لله، نتمنى والله يكون اقبال من عند المعني بالامر ان شاء الله بحول الله. شحال تقدر تلوص هاد الكلمات؟ هاد الكلمات درنا كلشي شرايين ديال الوقت ديال التفكير وديال تحت بنادم على حسب الايقاع وعلى حسب كذا، والقطع محترمة تيخصها بزاف ديال اللوازم صراحة يعني، والحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المشروع. شنو سميت هاد الأغنية؟ هذه قصيدة اللازمة ديالها من أرض مولاي إدريس، من أرض مولاي إدريس، طالبين التسليم وطالبين السلام، وهاد البلاد ديالنا الحمد لله بلاد السلام الحمد لله. والقصيدة الموضوع ديالها على جلالة الملك نصر الله وعلى العائلة الشريفة. سي سالم، كنت انت 26 سنة وانت في هذا الميدان، من بعد كنت قلت لنا بلي في 2006 تأسست واحد الطائفة العيساوية، من انك تعرفت على واحد الصديق ديالي اللي هو سي يونس الصابر. عاودنا على هاد الطريقة، كيفاش تلاقيتو؟ فين تلاقيتو؟ قررتو ديرو هاد التأسيس؟ اي تلاقينا بعدما صدفة في عند شي الحفلات ديالنا، شنو طاحت الفكرة ديال نديرو نشاركو بعضياتنا، كي قلت على حسب الصدقة، وهادي بنادم تترتاح له الصراحة تنشرك مع أي حاجة، توصلنا الحمد لله لهاد الهدف ديالنا، اللهم لك الحمد. يعني هو فاش اقترحتي عليه أنكم تسجلوا أغنية على جلالة الملك، شنو ردة الفعل ديال سي يونس؟
الفكرة الحمد لله الصراحة كانت ديالنا جميعا، الفكرة كانت ديالي وديالو وديال المجموعة، من حقنا القرار الحمد لله باش غادي نبدعو في الشغل ديال هاد المسائل هادي. الحمد لله ربي ما حشمناش، دخلت الفكرة ديال الجميع مزيانة الحمد لله. يعني تقدر تقول اننا اول مره في التاريخ ديال عيساوي غنشوفوا ديسك على جلاله الملك بهذا الطريقه. الطريقه ديال عيساوي اول حدث الحمد لله تيحدث هنا في المغرب، اللهم لك الحمد. ما عمر شي طائفه عيساويه في المغرب ولا كان بغى الناس على جلاله الملك. الحمد لله وصلنا لواحد المسائل الحمد لله اللي نتمناو الرضا من عند نعمد الحمد لله ونتمنى الاعجاب الحمد لله وحقوق من الله سبحانه وتعالى. السيد المقدم الحسن الساهلي، شنو هي الاكراهات اللي كتواجهوا في هذا الميدان؟ الاكراهات بزاف، اول حاجه الدعم ما كاينش. الدعم منين؟ من الدعم من اي حاجه من هذا الشيء ديال الميدان ديالنا. دابا ولات شنو تيحتاج الدعم. حنا دابا شكون اللي ما وصلناش للمسائل والديسك هو دابا مازال تنسبو عليه وتنجريو المسائل ديال الدعم. ما كاينش اللي الباب اللي مشيتي لها تبقى مسدودة. دابا شكون اللي تيدعمو مع مشيتي للإذاعة ما تي يستقبلوكش نهائيا. مشيتي للإذاعة خصك لا تيكونو كذا ولا تكون راه باينة المسائل ديال الدعم المادي. دعم مادي والو. مثلا لو بغيتي ديسك ديالك يجوز الى خصك مشوار مثلا. خاصك مشوار ديال زور هذا الشيء مباشره، بغيتي تدوس مسرح خاصك مشوار، بغيتي تتلاقى المسؤول اللي غادي يزيدوك الهدف ديالك خصك يكون عندك مسائل ماديه ويكون تنزل عندك لافواتور توقف عقباتهم باش يعرفوا بان عندك باش عادي يمكن لك كذا. مع ان الحمد لله عندنا خبره في الميدان، عندنا مسائل في هذا الميدان 26 عام. كاينين تيطلعوا للخشبه ما تيعرفوش حتى شنو يديو في هذا الميدان، وتيطلعوا الاذاعات في المستوى ما تيعرفوش حتى شنو يديو. تلقى قطعه واخدها نتا عيساويت، قوموا تفلاحوا لله. هي باش ملون الدنيا وباش كذا. ما الا جلس في النطاق ديال نتا عيساويت ديال الطريقه الصوفيه ما يعرفش حتى عربي، ما يعرفش شنو هي باش يتفسر هذه الكلمه ديال عربي، ما يعرفهاش شنو هي. ولكن تيعطيهم مستوى وتيعطيهم شان وتيقدموه للميدان. حيت كيعطيو رشاوي وكيعطيو مسائل مادية، مسائل ديال وجهيات، مسائل ديال الدعم ديال هذا، بغا يطلعك يطلعك، بغا يهبطك يهبطك. هذا هو الميدان ديالنا على جدايا. سي سالا شنو الميدان ديال وزارة الثقافة؟ الميدان ديالنا العام سيدي يشوفوا من حالنا ويدعمونا تحنا نبانو في التلفازة وتحنا نبانو عباد الله، تحنا الحمد لله في يدينا الشغال، تحنا الحمد لله بدعنا في مسائل اللي ما بدعش فيها حتى شي واحد من الطوائف ديال عيساوي. بدعنا الحمد لله وصلنا لواحد المسائل ونتمناو الحمد لله هذا الشيء هذا اللي وصلنا له يوصل معني الامر هو جلالة الملك نصر الله. كنتي قلتي لنا في الكواليس بالليل فاش جبتوا هاد الديسك وبغيتوا تحفظوه باش شي واحد ما يدي لكم كانتوا صعوبات في الوثائق والوراق والديبلاسمون من فاس لفاس، علاش زعما هاد العبوسات اللي بغاو يعكسوا معاكم؟ لان انا ندخل في الموضوع في الاول، الموضوع الاول اساسا تيتبنى على الدعم وعلى شكون انت. اذا جيتي بنادم باساجي شكون انت؟ واخا عندك خبره عندك مسائل وعندك المسائل في هذا الميدان هادي ما تيحسبوش هاد الشيء. شو تيخصك ناس مسؤولين يكونوا كبار ويكونوا عارفين بان عندك الماده عندك الفلوس عندك الفلوس باش عادي يمكن لهم يوصلوك لواحد المرتبه. هاد الشيء غير في مدينه فاس ولا في المغرب كامل؟ هاد الشيء ما تنضر في المغرب كامل، واكثريه في هاد البلاد هادي، هاد البلاد هادي ديال الاولياء، هاد البلاد هادي ديال مولاي ادريس فيها الوجهيات بزاف وفيها كذا. هو كيقول لك القبيله بزاف ديال كان اللجنه تدور على الطوائف ديال تاع عيساوي ديال عيساوي اللي هنا في فاس كلهم توالمت تنقص ثلث من الطوائف هذه تنقص، لان ما الطريقه ديال تاع عيساوي ما عارفهاش وما عارفش شي يعمل. حنا في فاس كنعرفوا باللي كيقدموا مهرجانات وهادشي، علاش ما كيعيطولكمش؟ مهرجانات عاوتاني كاينين كيقول لك ناس داخلين في هذه المسائل هذه.
يعني مازال مصر على ان المسؤولين الكبار وما اللي ما نخليهمش المسؤولين الكبار المسؤولين الكبار شكون اللي تيشوفوا تيشوفوا الناس اللي غادي يجيبوا لهم مسائل ماديه ومسائل باش غادي يستافدوا منهم. حنا تتمشي تقول له راه عندي كذا وكذا في هذا الميدان العام سيدي تاعنا ربما ندس في هذا الاستيفان ولا كذا لا ما يمكنش حنا معمرين بروغرام وحنا عندنا ناس ديالنا وعندنا كذا ودابا دير طالب سير دير لك الطلب شكون اللي غيعرفك وشكون اللي غادي يشلك وشكون اللي غادي كذا فايتوا عليك هاد اللوجيستيك فايتوا وقعنا هاد المسائل هادي فايتوا وقعنا هاد المسائل يمكن تكرس في هاد المهرجان اللي وقع لك فيه بحال هاد المهرجانات الصراحة بزاف ماشي هي واحد المهرجانات بزاف بزاف وما كاينش بحال دابا المسائل ديال التشجيع ما كايناش في هاد الشيء أساسا ما كاينش المسائل ديال التشجيع كاين الاحتقار كاين الاحتقار في هذا الميدان هذا الصراحة هي هذه شنو النداء ديالك جلالة الملك؟ النداء ديالي جلالة الملك نصر الله الله يخليه لنا ويطول لنا ربي في عمره هو يقعد لنا مع مسجد محمد ويراعينا يراعينا نصر الله ونتمناو هاد القطعة هذه اللي صوبناها عليه وعلى العائلة الشريفة سنة الإعجاب ديالو يرضى علينا بالرضا ديالو نصره الله.